وفاء. نعم. جينا لاخر فقره، فقره نفسي. حلو. طبعا انا نفسي الفقره ما تخلصش. بس يعني جينا لفقره نفسي، هسالك عن حاجات كان نفسك تعمليها. بس الاول خليني اقول لك، لو ما كنتيش دخلتي الفن والتمثيل كنت تحبي تشتغلي ايه، وكان يبقى نفسك تشتغلي ايه؟ والله انا بحب التمثيل وما دخلتوش كنت هزعل، بس نتخيل ان احنا ما دخلتوش. دكتورة امراض نفسيه. دكتورة امراض نفسيه، اشمعنى؟ انا مشكلتي لما الواحد حزين وبعض عين جنبه، فانا كنت عايزه احل المشكله دي، لو بقى احل له مشكلتهم. بتوجع قوي لما الاقي حد. فكرتي تروحي لدكتور نفسي؟ انا كوفاء انا عارفه مشكلتي، يعني انا رومانسيه جدا، بحب اللمه، بحب اهلي قوي، فلو حد اتوجع انا بقى اللي بتوجع، جيراني، ناس، يعني ساعات اتفرج على افلام فاقعد اعيط، يعني يقولي ما انت فنانه يا بنتي، يعني انت فاهمه التمثيل؟ لا مفيش، ببقى عايشه الحاله. بتبقي عايشه الحاله يعني فيها صدق. لا هو انت في الطبيعي دمائك قريبه، انا مش بسالك، ده طبيعي يعني. وانا قاعده معاكي برغم ان انت بتضحكي لان دموعك قريبه، يعني انا شايفه دموعك، وفي وسط ما انت بتتكلمي انا مش عارفه ده سببه ايه، يعني ده إيه؟ دايما حاله الشجن طبيعيه، زي ما بقول لك نصك او يعني كل مش هقول انه مفتقده، ولا بيبقى خزين لمشاعر انت جواكي ولا اشتياق فقط؟ وهو ما انا بقول لك اشتياق لوالدتي الرحمه وابن اختي، ده طبيعي، وحالة ناس بدي عشانهم، يعني ناس جيراني، ناس كده، بلاقي مواقف كتيرة ومش عارفة أعمل لهم حاجة، بس بساعد على قد ما أقدر يعني. يعني بتشيلي هموم اللي حواليك. دي مشكلة، بتشيلي هموم اللي حواليك، بس ده يخليكي إنك طول الوقت حاسة بحالة الشجن والدموع دي في عينك. الدكتور بيقول لي كده، بيقول لي حتى وانت نايمه دماغك شغاله، يعني شغاله في مشاكل اخرين. مش عارفه ايه تركيبه، والله مش عارفه، انا نفسي اخلص منها بس مش عارفه. اني دايما قلقانه على الاخرين، دايما عايشه للاخرين. فين وفاء في ده؟ ما بحبهاش يعني، ما مش في دماغي خالص. فكرت في وفاء، يعني وفاء بتبذل اقصى ما في وسعها عشان اسعاد الاخرين وتسعد الناس اللي حواليها. هي سعادتي في ده، لكن انا اقول وفاء لوحدها دي ما خالص.